ذاتك كسور كذا وهابي هذا يا خوارج طوله أيام دول واحد أنا أستاهل دول أستاهل خوارج تا يا وهابي هذا والله بدل ما قاعد هذا استعماله ما نيقان خوارج إنه سخوارج أقولن يا منهج كذا يا وحيهين حموجنا يصير صوت خوارج تو أصول بيليه أصوش إليه هنا وحكم إذا أوجو ميمسن مسلم كا أن قال لي ما كده يعني أو واحد دين تكسر أن لا إيمان إن قال زيان أو دين تكسر مركي كسر أن إن إن كده بتكني وإحنا كجورسنين كيسنا جورسنين سيدا قالوا كلا ولا رقمان ومسلم كا أن كده عند واحد قال لي ما كينا سيدة يجو أهستان اللي دتك قالي سيان مسلمين تأه نبض كشل طلب هذه وحوي مسلم كه أي قالي سيان إنه ديجي سبنا أهستان ويدلان كارهان وحي أن كوحدة كتير سنين نوعي دوني هذا تصدحان ده وحوي إنه الرميسيه وحان أيجا أهين إنه النار تكوارا يانو تشنائن الدمينين كوحدة وحان أهين وصوش خوارج توتا ذات كان وهابية ذا ويا قانا أما محوقة هاي خوارج تو ويا قانا وذات كان مساجد إذن لا تشوق وذات كان إذن تشيني يعني وحوي إذن لا تكني وذات كان غوري إن نعوني وذات كان أدو جورين إنسان محوقة هاي قبله هذا أدو جورسان إنسان وذات كان أن قال لما إذن هاي سنين شعب كإني قالين أنو هاي سنين خوارج أوي مرك خوارج يا أفكار تودي مبادئ تودي نينك قبائي وانينك برشدة بنانك وقبحي قال لي ما كرميسن أنك جورسنين أن قبله سسينين وحي قلان أن قلن قال إنه النار تقلي أن رميسن كوحدي سكري ونسلان وضع وحيس سؤال بان إذا ويدي ذاتك وهابية دا إليهن أما إليهن محوة هاي وخوارج ما دقن كود منو عسى دقن كود منو عسى تتكاسي وحا او هري انغا او هرين مالي نما نادين دت كانو غالو وي هادات غالتينو ايدين هيسننا من هنا ايدين كتب توكنين من ان نل توكنين بنان كان كلام مريلا سوما مرك خوارج ما يقان لكن مقعو ما داو يا مقع لا قديدو يا مقع لا قديدو ما دامو يا إدي كاسه ورجيت بكرك كسر بحق أو بباطل خوارج لقبتاي وكني باشيي لأن وحوي عمدة أُشيل عسل عمدة أُشيل عسل ومركل الشيء هو خارجي خلاص مركا أرن كاسي أرن حقيقة معها ذات كان وكتور هي واستعمال يعني سجي وذاتي سنة خوارج معها وضد مسلمين لكن وأتجي دونا وحيالها ذات كاني لغولة وخوارج قضايا دواوين أو كفرة أو قال لمديس عدو البقرانيس ومجتمع قار كم إذا أي كتشيران أي وحالي لوروا قال لمو وردين تالوغة بحيا وحيالها سيستالي ألبان حاو إذن كسين دونا إن شاء الله تعالى سيأذو فهنتان محا ذات كاني وابو مسلمين وين لاتو كاني وإسلتو كاني نايو محل لولي وقالوا ما شيء كت على تي بندون يدنا إن أنت المام تصلى وتصلى الله وانك سيد ورش إن شاء الله تعالى وحكلي تو كم بقى خوارج تو مركل إذا هذا يا خوارج كونوا ولا سكوا فصين خوارج هنا وكوي صحابة الله تعلمين كواسي خوارج نمدوا دوا النص حديث النبي كقعد تلمامه هذي برسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كوحدة كسو هاري كدن بيورنة خوارج لغو تلمامة يو بمعنى وحويان واجتهادي واي لأنه تنزيل النص على المحل واي نص كان كسو أروري خوارج تأينات كوحدة صارتو أما شخص كان صارتاي أذا كو اجتهادي وقفي كرتا واندصحنان كرتا وحي مركة كدن بيت خوارج دي محاكمة دلليه جيري صحابة الله دقالمين النصوص تو كو عرضي وحي كدن بيورن أشخاص يضوا إفتر الحكومة يو
وتنزيل وانا تحقيق المناط مسألة اللي يدها وانا اجتهادية واي وذاتك كو اجتهادية اما صحم اما صحب اللغون اجتهاد كيسو اما خلط بول لغون ايه مسألة انا وانسيدا اللغو برارو قوان اما مسألة وهابية دا ويدا نغورك يدو هادو بدنية يدا وحان كقبان دونا بإن الله تبارك وتعالى موضوع مستقلة محاضرة مستقلة كقبان دونا وهابية يتاي يا وهابي يو أها ما هو وهابي لغو ماغي ما هو لغو هايستا ما حيهين ما اللي بحيا ما ضد عمبا ما أبي سوين با ما ضد مسلما ما حيهين محاضر ما ضحبنا ما كقبان دونا إن شاء الله تعالى لكن سجود وحا لغا هايستو يكسو قاري وهابي يدو ودعاية دو لأن الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله مركو دعوة بالله بي وخرافات كان بلشد كل عدي يدين حمدر لعدي مركو صح يسيري وهيالا بدان هو يسيري ومدك صح أيا حد يقول ريس أو قول ريسو توحيدك ودين تؤددك عقيدة الله صحه هي بدع على لدك على مددك السنة اللي قصوح اللي يدريق النبي صلى الله عليه وسلم أيا وحا لدك على ما يقوه ريي قال دي استعمار كأيت دعاية بكفافيا مستشرقين تبا دعاية قاضي وذا دهن سوفيه ده رحلي لأنه وحوي وحق الشيخ كهل الله أمد كصحيه قل إيه كسقنا إيه هيستي إيه أمد اللقاء حرين هاي أيا مركز الدقالك بالهوي ووذاتك الشيخ كاردكتي تارجت كاردكتي مركز وانا عدين دونا بيد ما نشيك دونا محاضرة ده إيه ده باكو عدين دونا إن شاء الله تعالى تا إيه ده مركز آن دي بيساكر لقو وحا خوارج إيه وهابيو iyo muxuu ahay dadkay gaalaysiinayaan iyo diinta bay kalis kaliyeen iyo wabalaayo inuu soo korodhay iyo hal iska qabto qodobkaasi waxa keenay laba arimood baa isku haya inaad fahantaan la walaaga marmar qodobka koobaad waxa weey war xaqii ilaahay ee adoomadiisa uu ku laha ee in keligii la caabudo ahayn cibaadadiisana aan cid kale lala wadaajinin حق إلهي كليغا أنسينو ودادة دينتا أنك دينو قبريادة أنك دينو قيدها أنك دينو حقا إلهي باله قرآن كي يصندنا أصلهام بمسألة دا سيكو ريغا ياني حق إلهي لها اللي أنو قوني يلو سو قضو ما قضو كالبادة لسكوها يوحي تاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم سنديسي يطريقو كتغي عبادة هديتها معاملة هديتها أخلاق هديتها طريقي النبي كان حلقو قاب صدو وحيالها انكاليت إلا لي مدى أما ودى لي مدى أما طريق اللتي مدى أما ننكو اجتهادي النبي كان السنة دي سي طريقي سكهر إيمانا يا آن ميشا كسارنا أنكو قاب صنو راعتان كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه اللي صوت قابيو أن نعبد الله وحده وألا نعبده إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلهي كرقينا نعبدنا وحن كو عابدنا وحن نقض وحي النبي قد شديه قرآن كي يصرنا ذا كو يمين انت أنكو قابسنا ويوحل اسوهاي لا أقل ولا أكثر تفاسي شيء هذا مركز قشطاي هذا ذاتك مركز لور انت أنكو قابسنا وحيا لهن أن كدينا خوارج إيا وهابية محلوي محامك عيض الله صار هروين الدين شيئو وليان دري قوينكا وحيالها ووين وروح مسلم كي أقونت الإسكبده روح مسلم كي في ضردي إلهي كو أبوري كسوغن وفي ضردي سي إلهي كو أبوري أن لفسادنين وحيالة أوسان أقبلي كرينين أي دري قوينكا السوفية دو دين تكسو كردية أصل نوحا كا أنك نوان صومرنا ضب كانوا كسو قبني وحبذنا وفهنسنا أصل وحكا دريقوينك وحي الرميسيه كون كان مامول كيسا إلهي إنو أولياء كوريج وانا أركي دون أن تصالي أشهد كون كان مامول كيسا وحا أسر ريا نيولي أولي هذا الغوث الأعظم غوث الأعظم واش عبد القادر جيلاني وانا أركي دون أن أعوه سميه كدي وحا أغخو سيه كون كان مامول كيسا لمن أفر ولي له هذا الأقطاب الأربعة أفرت قطبي بعد لها أفرت قطبي كون كمام الكيسة وحا أغوها سيئة
أفرتن ليدهدو البدلاء الأربعون أفرتن كبدلاء ده أبا أقوه سي كون كان مركا مامول كيسا سيدا صالو مامولاي هذا ربطو إن إلهي حقي سوحون كهشو وإن آد مامول كان كهو سيسي مرتو أود آد أفر بضن كون كوا كليه أولي هذا سيدا أطر سيستان كون كمامولاي ساي أود وين بي كليه مسألة هذا سوى مسألة نالا براي وأنا ضبط كذا كسر جبلي وحيلا بدن الروح مسلك عام يقول لي يا أبي هين هل كاسة سلك كويسة